مفارقات. الفرق بين تعاليم محمد وتعاليم المسيح كالفرق بين السماء والأرض، والمقارنة بينهما توضح أنهما ليسا من مصدر واحد. يقول القرآن موجها الخطاب لمحمد من ربه: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. ويخبرنا الحديث أن محمداً أخذ سيفاً يوم أحد فقال لأصحابه: من يأخذ مني هذا السيف بحقي؟ فبسطوا أيديهم، كل إنسان منهم يقول: أنا أنا. فقال سماك ابن خرشة أبو دجانة: أنا آخذه بحقي. قال: فأخذه ففلق به هام المشركين، أي قتلهم. أما المسيح فحين هم بطرس للدفاع عنه بسيفه وقطع أذن أحد الذين خرجوا ليمسكوا به، قام المسيح وشفى أذن الرجل، ثم قال لبطرس: رد سيفك إلى مكانه، لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون. محمد حرض الناس على استخدام السيف في القتل والقتال، لكن السيد المسيح منع السيف في أي حال من الأحوال.